ما صح ولا لا؟ والله والله ما بتعرفش. نورت عليكم السلام. كيفكم؟ اهلين. تمام جود. يلا هاي يعطيكم العافيه. هاي يسلم. انت بتتكلم بتاخد نفس. هاي حد شافها حد بجد صح؟ ليش انتوا بتتكلموا بلا نفس؟ مش هيك بتنبحوا بقى؟ بلاش بقى معانا احنا لسه جوه الاكاديمي. هي ما انا عم بقول لكم انه هو هيدا الصوت اللي بتحكوا فيه، اذا ما بتنتبهوا له هو ذاته بتغنوا فيه. ثانية واحدة. شوفي شوفي. ثانية واحدة كمان. ثانية واحدة بس، انا عايز مدام نسلي في حاجة كمان. نعم. اوكي، فوت حضر حالي وبرجع. لا وقت حضر شو؟ لا ما عليك. يلا ليه حسيتك انا عم بغني؟ انا هيدا من كاركتير كان، ما تقولي لي انه عليت راسك، هيدا من كاركتير هيك. انه عليت راسك انت عم تغني. انا حكيتك شيء؟ لا بس حسيتك نازل كبرش فيي. بعد مرة بتعلي صوتك، مرة علمك بقى ومرة ظبطت لك صوتك، وطي صوتك. هلا صرخت لشبعت اليوم انت، وما تقول لي بكره انك مبحوح لانك رح توعى مبحوح من هلا. عم خبرك شو صرخت بالحكي؟ كل الايفال كان صريخ، بعقد كان الايفال بس كان كله صريخ. انا نسيت انت اصلك ايه؟ لبنانيه. بجد لازم تقولي لي والله لبنانيه. اسمعني ليكي اصل حاجه صغيره كده انت، حاجه صغيره اصل صغير يعني في اصل كبير واصل. مش فهماني. ما انا بدي اتسلى معك شوي. اه ماشي. ايوه لا لا لبنانيه بيور بجد. طيب لا لا شو بدك يعني؟ كواتية. اه؟ إماراتية. احنا مش للدرجة دي. السلام عليكم. عصاف انتوا اثنين. كان نفسي مقطوع صح؟ شوي. لو بتنتبهوا بس كيف عم تقعدوا، ولا واحد منكم بيروح ولا واحد كان بيروح صوته، بس انتبهوا كيف عم تقعدوا. أنا عم بعمل لكم اياهم بالصف. أنا قاعد منيح؟ لاحظتيني؟ بليز ما بقى حدا يحكيني عن الإيفال اليوم. لا لا بس بالقعدة بالقعدة بالقعدة، أنا كنت كل مرة برجع هيك. ليش أنت كنت قاعد؟ ما أنت كنت واقف. لا كنت قاعد. كان قاعد. اليوم؟ اه بالايفال تبعك مزبوط مش بالايفال. مزبوط. كل دخل في ايفالات كنت مجلس. مزبوط. دايما كنت مزبوط وعلي كان مجلس كمان. تذكرت مين جلس ومين ما جلس؟ هاي صفا؟ كانت سفرة. صفا؟ يا؟ اه بدك تسمع. تعبان؟ ايه خلص نامي منيح اليوم بس عندكم جمعة هيفي ويك انه بس تقدروا بكرة ترجعوا تشقلوا. شو بك؟ بدك شيء عايز شيء؟ تك 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 رح اجيب لك لا بس انه بكره لا والله نسلي اذا بدك شيء تقلها يعني بس لا فكرت غير هلا بحب على الغنية لا بما مغزي انا بس عم شوف توناليتي لأن هي اخذت البقوة امبارح انا بدي يكون هو موجود بالصف يعني لا لا بس توناليتي تبع ال تبع الانجلش مش عايزينه اوكي نو يلا تفضلي اه هلا انت ما عندك صف بس فيك تقلي معنا بس انا بدي اشوف ال... لا 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 بس بدي اشوف ال... طبقة الغنية يلا ما بال حطيها اوكي اللور وان بلشوا لي بالزيرو بلشوا لي بالزيرو اللور هي الغنية الاوريجينال سوري الزيرو اللور هي الزيرو اما اللور هي الماينس ما بتسمعيني شو عم بقول اللور هي اوكي اللور هي معك اياها هلا ما هيك جيبي لي الزيرو اوكي يعني خلي اللور والزيرو بس ما في زيرو انسترومنتال مش انسترومنتال مش ضروري غنوا فوق الغنية أوكي. انا بدي اشوف بس ال اوكي التوناليتي ما رح نتمرن ما بين اليوم بنتي انا من برايمري فات وانا بقالي اسبوع تقريبا صوتي تمام بغني وكل حاجه بس حاساه يعني تعبان مبحوح رايح يعني بحاول انام على قد ما اقدر كويس بحاول ما انا مش بعيط في الكلام عادي طيب بكره